عاد إلى أرض الوطن الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة عقب انتهاء زيارته رسمية لدولة قطر لحضور فعالية معرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري ديم داكس 2022 برعاية أمير قطر الشيخ تميم بن حمد ألسان وذلك على رأس وفد رفيع المستوى وعدد من قادة وضباط القوات المسلحة المتخصصين هذا وقام الفريق أسامة عسكر بتفقد أجنحة المعرض للاطلاع على أحدث المنظومات العالمية في مجال الأمن والدفاع البحري والمشاركة في الافتتاح الرسمي لمؤتمر قادة البحيرات بالشرق الأوسط مؤكدا أن المعرض يحظى بالتقدير من كافة الدول والشركات المشاركة كما يعد فرصة للجميع للتعرف على أحدث ما وصلت إليه الصناعة العالمية يعد المعرض احد المعارض الدوليه المتخصصه في مجال الامن والدفاع وواحد من الاحداث الرئيسيه على اجنده الدفاع والامن البحري العالمي كما يضم العديد من العروض والابتكارات الامنيه والدفاعيه المتنوعه للعديد من الدول المشاركه وعلى هامش فعاليات المعرض التقى الفريق اسامه عسكر الدكتور خالد بن محمد العطيه وزير الدوله لشؤون الدفاع بدوله قطر. كما التقى الفريق اسامه عسكر نظيره الفريق ركن طيار سالم بن حمد العقيل رئيس اركان القوات المسلحه القطريه. تناول اللقاء اهم المستجدات والمتغيرات المتلاحقه على الساحتين الاقليميه والدوليه وبحث عدد من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء دعم مجالات الشراكه والتعاون بين البلدين كما قام رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أسامة عسكر بزيارة أكاديمية الخدمة الوطنية، وأشاد بما لمسه من أسلوب علمي راق في إعداد وتأهيل المقاتل القطري. كذلك قام الفريق أسامة عسكر بزيارة للكليات الجوية بقطر وتفقد عددا من الأسراب الجوية. وأعرب خلال الزيارة عن مدى تقديره لإمكانات وقدرات القوات الجوية القطرية تأتي تلك المشاركة في ضوء استمرار متابعة التقدم والتطوير في كافة قطاعات الصناعات العسكرية